سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. إذا دائما في سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية دويتش ليرنن إن ماروكو دويتش ميت أيوب. إذا وفي سلسلة دويتش جراماتيك سنتعرف اليوم على فيغلايش زيتس ي ديستو. إذا سنتعرف على جملة المقارنة أو مقارنة كيف نقارن الجمل، ولكن هذه المرة مع يي ديستو أي كلما إلا. قول يي ديستو في غلايش زيتس. إذا هناك عندنا نيبن زاتس وهنا هاوبت زاتس. إذا هنا الجملة الثانوية وهنا الجملة الرئيسية. eins zwei drei und Ende. إذن الوضعية الأولى، الوضعية الثانية، والوضعية الثالثة إلى آخره. gut. إذن je schlechter die Wirtschaftslage ist, desto umso schneller steigen die Preise. إذن هنا قال لنا كلما كان الوضع الاقتصادي أسوأ إلا وارتفعت الأسعار بشكل أسرع. Je schlechter die Wirtschaftslage ist, desto höheren Steuern müssen wir zahlen. إذن عندما كلما كان الوضع الاقتصادي أسوأ إلا وارتفعت الضرائب وبذلك ملزمون بأدائها. وإذن هي نخمال desto mehr Kapital fließt ins Ausland. إذن يصعد الرأسمال أو يتعطل الرأسمال في خارج البلاد. Je desto weniger Menschen finden Arbeit. إذن إذا كان القليل من الناس يجدون العمل. Ein desto höher Geldwertung ist die Folge. إذن هنا إذا وارتفعت قيمة المال أو قيمة المال في لاحقا. إذن هنا schlechter Also je und desto. إذن je تكون على شكل نيبنزاز. إذن الفعل الفعل يكون في آخر الجملة ولكن je تتبعها كومباراتيف. دائما أديكتيف als كومباراتيف. Je schlechter. Je weniger. Je kleiner. Und so weiter. Und desto auch يتبعها أديكتيف als كومباراتيف. Je desto la umso. إذن desto la umso gleich. بحال بحال. Schneller, إذن steigen, إذن عندما نضع adjektiv يأتي وراء الفعل وليس يكون في آخر الجملة. إذن هذه جمل رئيسية وهذه جمل ثانوية سنتعرف عليها في القاعدة. إذن regnen. Gut. Sätze, also eins, Sätze mit je, desto oder je, umso zeigen einen Vergleich zwischen zwei Steigerungsformen komparativen. إذن الجمل مع يي ديستو أو يي أومزو إذن تورينا أننا نقارن بين جملتين متصاعدتين فيما بينهما، ولكن هذه مع كومباراتيف. Wobei beide voneinander abhängen in der Aussage, aber selbstständig sind. إذن هنا حيث كلاهما يعتمد بشكل متبادل في البيان ولكنهما مستقلان. Gut, zwei, dann Satzstellung, dann wurde Jumla. Zuerst steht ein Nebensatz mit je und einem Komparativ. Dann kann man schauen, Das konjugierte Verb steht am Ende des Satzes. Dann folgt ein Hauptsatz mit desto oder einem Komparativ in der Position 1. وتتبعه بعد ذلك الجملة الرئيسية مع desto وكذلك الكومباراتيف في الوضعية الأولى. Das konjugierte Verb steht in der Position 2 und das Subjekt in der Position 3. إذن ويتصرف الفعل في الوضعية الثالثة. والوضعية الأخيرة يكون الفاعل subject في الوضعية الأخيرة الثالثة. zu A إذن حول المثال A die Gebrauchsliste Form. إذن كيف الاستعمال الطريقة. zum Vergleich gebraucht man Adverbien im Komparativ.
إذن في المقارنة يمكن استعمال des adverbes الظروف في الكومباراتيف. Also zu B, إذن حولي مثال B, zum Vergleich können auch Adjektivattribute im Komparativ gebraucht werden, meistens für artikellosen Nomen. إذن للمقارنة يمكن أيضا استخدام صفات سمات الصفات في المقارنة أي adjective attribute غالبا قبل استعمال المفصل إذا غالبا قبل استعمال أسماء الغير التي ليس لديها أرتيكل. Also zu C, wenn kein Attribut vorhanden ist. إذا عندما لا يوجد صفة من لا يوجد صفة من الاستعمال. Zum Beispiel, das Kapital fließt ins Ausland, Menschen finden keine Arbeit. إذا الرأسمال يتأثر خارج البلاد. والإنسان عندها الإنسان لا يجد عملا. Verwendet man im Vergleich die endungslose Steigerungsform mehr oder weniger für artikellosen Nomen. إذن يستعمل المرء إذن verwendet يستعمل المرء صيغة المقارنة اللانهائية بشكل أو بآخر أمام الأسماء الغير المفصلية. So die إذن نحو المثال die eine selten gebrauchte Form. إذن غالبا يتم استعمال الطريقة bei Nomen im Singular في الأسماء في المفرد die einen Artikel brauchen التي تستعمل Artikel تستعمل الأداة. Steht immer der unbestimmte Artikel vor je oder liste. إذن في الغالب يتم أو دائما يتم استعمال الأرتيكل الغير معرف مع je و desto أو desto. 3 Je desto Sätze sind mehr variabel. Der Komparativ kann sich auch auf Objekte oder präpositionale Objekte beziehen. إذن الجملة مع je desto تكون دائما متغيرة. إذن يمكن أن تشير المقارنة أيضا إلى أشياء إلى الأشياء أو أشياء حرف الجر. إذن objekte präpositionale objekte. Zum Beispiel, je schlechter man die Wirtschaftslage beurteilt, desto größere Sorgen macht man sich. Je schlechter die Wirtschaftslage ist, mit desto höheren Steuern muss man rechnen. Denn hier, je mehr Adjektiv im Komparativ, Verb am Ende, desto Komparativ, Verb im Absatz 2, Position 2. Und hier auch sogleich, aber hier mit Subgradisto, der Verb rechnen, Verb plus Präposition mit. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich und viel Glück wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.